بينفعش. أفندم؟ لا أبدا مفيش حاجة، ما نستغناش. ألو؟ حاضر يا فندم. اتفضل من هنا. إيه؟ أروح؟ لا، هتقابل سكرتيرة المدير. اخبار اسود، تقول على كده اللي في البلد ارحم. المهندس مجدي مش كده؟ لا ايوه. اتفضل، سياده المدير منتظرك. باشمهندس هواري كان قدم لحضرتك الاوراق دهين قبل كده، هو مشروع مش بطال. صباح الخير يا فندم. صباح النور. احب اعرفك بالمهندس سامي من نفس تخصصك، ارجو انكم تتعاونوا مع بعض كويس. اهلا وسهلا يا فندم، سعيده جدا. مع السلامه. اتفضل حضرتك. اتفضل. اتفضل. لا والله ما يصحش. اتفضل حضرتك. اتفضل. طيب. اتفضل. 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 لا ما يصحش. لا اتفضل. لا والله ما تجيش. طيب. اتفضل. كل الدوسيات هتلاقيها موجودة. كويس. شوف يا سيدي. ايه يا مجدي، في حاجة؟ اصل لا ما فيش. شوف مين وحياتك يا مجدي. الو، دي واحدة ست عايزاك. الستات اللي عايزيني كتير، المهم هي مين فيهم؟ الست انا من الستات اللي عايزينه كتير، المهم انت مين فيهم؟ الله يخرب عقلك، ايه اللي انت عملته ده؟ بسألها عشان هي تقول لي وانا اقول لها. هتودينا في داهيه. الو، نونا، حياتي، روحي، عقلي. يا شيخه حرام عليكي، ده زميلي بيهزر معاكي. وده معقول؟ وانا طول الليل والنهار مفيش على لساني غير اسمك، وفي قلبي مفيش غير صورتك. يا احلى اسم واحلى صوره. حاضر، من عينيا. ستة بالدقيقة هكون عندك. باين عليك بتحبها قوي قوي. الو، توتو، حياتي، روحي، عقلي. حرام عليك تظلميني بالشكل ده. كفاية تعرفي ان طول الليل والنهار مفيش على لساني غير اسمك، وفي قلبي مفيش غير صورتك. يا احلى اسم واحلى صورة. حاضر، من عينيا. ستة بالدقيقة هكون عندك. انت ناوي تقابل الاتنين مع بعض؟ ليه؟ اصلك اديت ميعاد للاولانية الساعة 6 وللتانية برضه الساعة 6. بيني وبينك لا حقابل دي ولا حقابل دي. حقابل واحدة تالتة. انما ايه؟ انت بتعرفهم ازاي؟ نعم؟ قصدي اقول يعني بتلاقيهم فين؟ النوادي مليانة على قفا من الشيل. وفيهم حاجات كده زي لهطة القشطة. قشطة؟ قصدي أقول يعني حلوين ومربربين؟ ملكات جمال يا أستاذ. أمال أنا قربت على أسبوع هنا ومش لاقي حاجة ليه؟ عشان أنت كل يوم من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. اسمع. إيه؟ هات 5 جنيه وأنا أريحك. ليه؟ هات بس. خد اللي معايا. هفرجك اللي ما شفتهوش طول عمرك. ليه بنروح للحب؟ مين مرتاح القلب؟ مين هملاه الحب؟ مين في عشرين السم؟ فيه دايبين في الشوق؟ عاشوا بجرح العمر؟ ليه 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 نعشى؟ حسدونا يا بار، يحسدونا ليه؟ حسدنا على ايه؟ ده احنا حيرة وغلبة يا بار. هنبكي ليه عليه؟ بايدينا نعمل ايه؟ حسدنا على ايه؟ ايه ايه؟ ليل يا ليل الصبر،
ليل يا ليل الصبر ليه تسقينا المر ليه 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 ليل يا ليل الصبر ليه تسقينا المر واحنا هوانا امر ليه 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 نعشق ليه واللي شافونا حسدونا يا بار يحسدونا ليه حاسدنا على ايه احنا حيار قلابة يا بار هنبكي ليه عليه جردنا نعمل ايه حاسدنا على ايه 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 واللي شافونا حسدونا يا بار بس يا اخي في ايه؟ عايز اوريك واحدة حلوة قوي. هي فين؟ تعالى هوريها لك. مش معقول انت كانت قاعدة هنا وبتقرا في كتاب وكمان كانت بتقرا في كتاب. ايوه الخدمة الشريفة كانت بتقرا في كتاب. مجدي ايه؟ انت لازم تروح حالا تاخد حبيتين اسبرين وتنام يا حبيبي وبكره نبقى نشوف لك دكتور كويس. دكتور؟ دكتور عشان ايه؟ بصراحه يا مجدي انا حاسس ان دي بدايه اعراض مرض خطير اسمه انتفوريا النساء. ده انا غلبان. علاجه بسيط ما تشيلش هم. انتفوريا النساء قتلك انا حصتك. انا مش قادر افهم انت تعب نفسك بالوهم والخيال ده ليه؟ والله العظيم شفتها بعناية يا سيدي. الشلة بتاعتنا مليانة بنات اغمز لأي واحدة من دول هتجيلك. انت مش فاهمنا يا سامي. انا مش عاوز واحدة اغمز لها وترمز لي. انا غرضي واحدة اتجوزها يا جدع. تتجوزها؟ ايوه تتجوزها. يعني تتجوزها؟ ايوه قصدك يعني انت وهي ومأذون ومزيكة وعوالم وتربت التي تربت التو. ايوه يا اخي حاجه على سنه الله ورسوله. موضوع خطير زي ده ما يصح.